السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل رندر للبلان ورندر للستاشن. طيب ده البلان اهوت، لما باجي هنا اقول له انا عايز شيدت او عايز اي اختيار من الاختيارات دول، مفيش عندي الاختيار بتاع الرندر. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة اعملها هاجي هنا في ال 3D، انا اختار المبنى ده على اساس فيها كذا مركوزة كده انا هنشوفها ونخلي بالنا منها. طيب اهوت، طيب بتبدا تظبط على التوب بتاعك، تمام اهوت، وتبدا تعمل الرندر. طيب لو انت عايز تعمل ماتيريال معينه هتيجي تعمل سيلكت على بروبرتيز وتدخل في ايديت تايب وايديت، وتبدا تختار الماتيريال اللي انت عايزها في الفينش اللي فوق. طيب لو انت عايز تظبط انها تبقى مثلا على زاويه 90، فممكن مثلا السكشن بوكس هيديها بالشكل دوت، مش هيديك امكانيه ان انت تزود. طيب ممكن تدخل في البلان بقى ومن قائمه فيو هتقول له ضيف لي السكوب بوكس. السكوب بوكس بيبقى بالشكل دوت فتقدر تتحكم فيه. هاجي هنا بقى في 3D واقول له السكوب بوكس ده هو دوت اللي على اساسه ابدا اختار الزاويه تحتي بالشكل دوت اهو. تبدا بس تلف المبنى بتاعك كده بحيث ان هو يبدا يظبط معاك على زاويه 90 اهو بالشكل دوت اهوت، على قد ما تقدر تظبطها. وبعد كده هتقول له انا عايز اعمل رندر من الابريشيه دوت، هتبدا تختار الرندر. الدرافت هيبقى سريع بس هيطلع جوده قليله، احسن حاجه تختارها بيست. بس لو اول مره اخترت بيست وقعد يعمل رندر 10 ساعات في الاخر اكتشفت ان ده مش انت اللي عايزه، فالافضل تعمل درافت وبعد ما يعمل الرندر تبدا تغير الاعدادات وهكذا. ممكن تكتشف بعد ما تعمل رندر ان مفيش اناره، الاعداد المفروض ان انت تعتمد على الاناره الصناعيه وهي مش موجوده، او معتمد على الشمس وانت مختار الوقت بي ام و ام وتحصل لخبطه، تمام. فانت ممكن تختار درافت مجرد ان انت تجرب عايز تعمل رندر على السكرين ولا البرنتر. طبعا السكرين بتبقى جوده اقل، البرنتر بتبقى جوده اعلى. كان انت عايز تختار الشمس بس ولا الشمس ولا الارتفيشال، ولا عايز تدوس معاه بس واكستيريور ولا انتيريور، وتقدر تيجي من هنا تختار الاعدادات هيبقى الساعه كام والزاويه بتاعتها في الشمس قد ايه والمكان فين، الاعدادات الخاصه بالسان سيتنج. هنا عايز يبقى فيه كلاود ولا مفيش كلاود زي ما انت عايز، تمام، وتقول له رندر. وطبعا ممكن تستخدم الريجن دي بحيث ان انت تحدد المكان اللي انت تعمل فيه الرندر بدل ما يعمل الشاشه كلها. طيب ممكن تقول له رندر، هيبدا يعمل الرندر، ولما يخلص هتلاقي الصوره كويسه، ولو في اي تعديلات في الماتيريال تقدر تعملها او تاخد صوره تكمل اعداد بسيط خالص في الفوتوشوب. طيب هاجي اقول ده كنسل حسب قوه الجهاز بتاعك. اول حاجه بالشكل دوت، طبعا دي حاجه درافت بسيطه خالص تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. طيب انا دلوقتي عايز اخد بقى سيكشن، فكل اللي انت تعمله هتقول له مثلا عايز اخد سيكشن بالاتجاه دوت اهو، تمام، وتبدا برضو تقول له الرندر، لان انت بتدخل في السكشن عادي ما بيجيلكش الاعداد بتاعه الرندر، تمام. ممكن تختار بالشكل دوت، ممكن تختار من فرونت مثلا من ليفت زي ما انت عايز اهوت، او ممكن تيجي هنا وتقول له اورينت تو فيو، تختار سيكشن من السكاشن كتيره اللي موجوده هو يبدا يظبط عليها زي ما انت عايز اهوت، تمام. تقدر بقى تشد كده وتقدر تظبط الالوان زي ما انت عايز بحيث لما تيجي تعمل رندر يطلع لك رندر ممتاز. طيب لو انت عايز تخفي ديت ممكن تيجي في في وتقول له انوتيشن كاتيجوري وتقول له انا مش عايز السكوب بوكس من هنا، وتروح قايل له اوكي فتقولك، وتبدا تعمل الرندر بتاعك من قبل الشاي دوت. شوف الاعداد اللي انت عايزها، لما تتاكد ان انت اعدادك كويسه تقول له بيست وتبدا تعمل الرندر بتاعك.